السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمين ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبيب قلبي، واضح اني شايفة كتير منكم هنا بترحل من حاجة، بترحل من مكان او على استعداد انك ترحل من مكان او ترحل من علاقة او ترحل من حب او من اسرة او سفر. شايفة لبعض منكم هنا حبايب قلبي، في منكم بيرحل بسبب طاقة الايجو العالية، اللي هو ما بقاش عندي طاقة، طاقتي مستنزفة، فأنا ما عنديش أدنى استعداد إني أتنازل أو أفهم شخص غلطه أو أقول له أنت غلطت في إيه، أنت استفزيت في إيه، أنت عملت إيه. شايفة كده طاقة استسلام لأمر واقع، وكأنك بتقول هنا يعمل يعمل، ما يعملش ما يعملش، يقولوا يقولوا، ما يقولوش ما يقولوش. عارفين الطاقة دي؟ أنتوا في حالة من اللامبالاة، في قهر هنا حبايبي. على فكرة في كتير من الروحانيين في الطاقة دي دلوقتي، اللي هم مش هممهم خلاص، لا هممهم انهم يكونوا في علاقات كويسة، ولا هممهم انهم يكونوا مثلا بعيد عن اشخاص سامة. انتوا كل اللي هممكم دلوقتي الاستسلام لله، وكأنكم تعلموا بشيء خفي بان القادم هو بأمر الله. في حد منكم في مشكلة، عنده طاقة رفض، كمان مقهور من زعل، من خصام، من انفصال، بس شايفاكم هنا في للبعض منكم يرحل تجاه الهوية. يعني ايه؟ يعني مش عارف رايح على فين. طب انا عايز امشي ايوه من العلاقة دي، او عايز امشي من المكان ده، طب انا هروح على فين؟ شايفة ان مفيش تحديد لقرار، مفيش تحديد لهدف، مفيش تحديد لحاجة معينة بعينها انتوا عايزينها. لا، انتوا عايزين رحيل وخلاص. في طاقة مستنزفة هنا حبايبي، شايفة مفيش عزيمة، في هواجس كتير قوي بتدور في دماغكم في عقلكم، خلافات كتير عائلية يمكن للبعض منكم، حاولتوا انكم تقاوموا، حاولتوا انكم يعني تتجاوزوا المرحلة دي، لكن في منكم ما قدرش، ما عرفش. في منكم هنا في حالة ملل حبايبي، ومش مقتنع بأمر معين، مش راضي عن شيء معين. وفي منكم غيران في حاجة مهمة جدا تخص حياته، يا غيران ان حد بقى افضل منك في عمل، يا غيران من شخص، يا غيران على شخص بتحبه. في منكم هنا حبيب قلبي في مشكلة مع حد، وبسبب انفصالك عن الحد ده انت حاسس بانك يتيم، كأنه كان سند ليك، كان قوة ليك، يمكن كان طاقة ايجابية وتفاؤل ليك. انتوا في حد منفصلين عنه، ايا كان ده مين في العائلة عندكم او خارج العائلة، او يعني يكون لك انت ايه، في حد انت كان بالنسبة لك هو السند، حاسس بالفقدان، ببعد الشخص ده او بانسحاب الشخص ده عنك. ممكن كان بيديكم امل في الحياة او طاقة ايجابية عالية. في منكم منفصل عن حب حقيقي في حياته او عن زوج. في خلافات هنا مسببة طاقة فقدان، طاقة يتم، كأني انت حياتك كانت ماشية كويس بالشريك ده او بالشخص ده، ودلوقتي شاعر بعدم الاهتمام، عندك شرود كده، عندك زي التفكير وصراعات داخلية بتبعدك غصب عنك، بتبعد، وكأنك بتقول لازم أتعامل بالمثل. في حيرة، في اختبار انت بتمر بيه، الاختبار ده لعزيمتك أو لإيمانك. كمان في رسالة ليكم بأنكم
انتوا عايزين تتوازنوا في طاقة المال ومركزين جدا في الطاقة المالية عندكم، عايزين توسع مادي. بس في منكم هنا حبايب قلبي، الناس اللي في حياتها مشاكل عاطفية تحديدا، المشكلة العاطفية معاك بتأثر على كل حاجة. كأنك مثلا لو انت شخص يعني منفصل عن حد بتحبه، الحد ده كان بيديك أمل وتفاؤل وكل شيء، فكانت الحياة العملية ماشية معاك جميلة جدا. طيب بعد انفصال الشخص ده، شايفة هنا طاقة فوضى، طاقة مثلا لما بنفصل عن حد بحبه، حد فيكم كده بيحصل ايه؟ طاقة العمل بتتأثر، طاقة العائلة والمعاملة العائلية مع العائلة بتتأثر، في نرفزة، في عصبية، في عدم توازن. وعند ما جت الطاقة العاطفية معاك في حياتك، كل شيء بيتوازن معاك. انت محتاج طاقة توازن، طاقة سيطرة، محتاج انك ما تخلطش ده بده، ما تخلطش الامر العاطفي والاستقرار العاطفي بالمادة والعمل والروحانية. كل حاجة لازم تفصلها، اتعلم انك تفصل الطاقات عن بعضها، اتعلم انك تبتعد عن الحيرة وما يكونش عندك مرونة، يعني في ناس هنا عندهم عدم مرونة حبايبي. كمان واضح انك انت شخص زي عندك خبرة في الحياة، شفت كتير، عرفت كتير، وكأنك هنا ما بقاش عندك ثقة في حد، بتحاول تحمي نفسك، بتتعامل دلوقتي بحيلة مع الأشخاص علشان الأشخاص دي مش نافع لهم حاجة إلا كده. ممكن انت من الأشخاص لما بتعوز تركز، بتركز على جانب واحد قوي 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 قوي، وتهتم بيه اهتمام مبالغ فيه وتهمل الشيء الباقي. يعني كأنك شخص لو ركزت في الروحانية هتفضل يعني في طاقة الروحانية كتير كتير، تهمل عملك بقى، تهمل زوجتك، تهمل بيتك، في حاجة كده. لو ركزت على العمل تهمل الزوجة وتهمل الحبيبة، تهمل مش عارف ايه. في حد منكم لما بيركز قوي على جانب بيهمل التاني، ده برضو من عدم التوازن حبيبي. واضح ان انتوا كمان داخلين على توسع مادي، وفي حد يمكن هيساومكم على امر، هيساوم على امر فيه يخص المادة والعمل، في مساومة انتوا بتتعرضوا ليها، يا كده يا كده، يا تعمل كذا يا تعمل كذا، في حاجة هنا بتقول كده، في طاقة تلاعب في الموضوع هنا حبيبي، يعني حد بيلعب عليكم في طاقة المال. بس انتوا برضو ما بقيتوش ناس سهلة، يعني انتوا دلوقتي بقى عندكم ذكاء، تفكير، بتحسبوها بالورقة والقلم. ممكن انتم بتنفقوا انفاق زائد، او الانفاق ده على الاسرة، على البيت، على الزوجة، على اي شيء. فانت عايز هنا تدخر مال، تبتعد عن الاسراف، الانفاق الزائد، وتبتعد عن الغرور ايضا. الغرور سيؤدي بك الى الوحدة. يمكن الحاجة ماشية معاك بطيئة، لكن ماشية معاك بطيئة لتحقيق الهدف، للاستقلالية المادية والاكتفاء الذاتي، للوفرة، للثقة بالنفس. فانت هنا بتمر بطاقة فيها عايز تكتمل، بتدور على طاقة الاكتمال، رافض شيء معين هنا، يمكن رافض البعد، مش مقتنع بحاجة معينة، رافض انك ما تكونش في طاقة عالية، انت مش مقتنع. المشاكل اللي انت فيها والضغوطات دي هي اللي مخليك تفكر اكتر من مرة في الحاجة قبل ما تعملها. في مشاكل كتير حواليك، في اغواء كمان، في اغواء ليكم من شخص محتال، من شخص مخادع، او يمكن شخص راجع ليك من الماضي على غفلة، وانت بتعاتب نفسك انك تجاوبت بقى بأي تجاوب، يعني تجاوب بقى بكلام، برد على التليفون، بتواصل، ايا كان التواصل، رسائل او حاجة زي كده. انت يمكن هنا بت عارفين اللي بتلوم نفسك على انك تجاوبت في العلاقة القديمة دي مثلا، وفعلا هي فيها اغواء حبيبي، فيها اغواء وفيها احتيال وخداع، فخدوا بالكم، هتكونوا في غفلة. يعني الحاجة اللي بتتعمل لكم دي زي اختبار، هترجع لأسوأ ما فيك أو هتمشي على الصراط المستقيم.
انتوا بتتاخدوا على غفلة اختبار على غفلة، والاختبار ده هو عبارة عن انك هتفضل شخص مختلف ولا هترجع تاني زي الباقيين، لان انت ربنا اختارك لأمر معين هنا ووصلك لحكمة ومفاهيم علشان تطلع من طاقة التقاليد والحاجات الخطأ اللي كانت في دماغك والعادات والناس بتقول والناس بتعيد، وانت دلوقتي ربنا اختارك لأمر معين وهدف ورسالة في الحياة. فالاختبار ده هنا علشان ده اختبار من الله، اختبار روحاني علشان يشوفك ها هتطلع لطاقة الشمس ولا هتفضل في طاقة القمر باستمرار، هترجع للإدمان ولا هتستشفى مثلا، هترجع للعلاقات النسائية ولا هتبطل. ممكن ده طبعا مش للكل، ده للبعض منكم. مثلا انتي هترجعي للشخص اللي اذاكي ولا خلاص ناويتي تبتدي جديد في جديد، كأنه اختبار لما هو قادم. فخدوا بالكم حبايبي، ديروا بالكم، انتوا في اختبار للإيمان وما هو قادم بإذن الله. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.